توجهوا لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال: من زار الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، صافحه روح 24,000 نبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة. وعن الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة القدر نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش: إن الله عز وجل قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وارحمنا بهم، وتوفنا على ولايتهم. السلام على المغسل بالدماء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم، السلام على الرحل النهيم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على من غسله دم والتراب كافورا، ونسج الريح يكفانا، والقناة الخطي نعشا، وفي قلوب موالا قبر حسين يا
حسين يا إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. هنيئا لزائريك يا أبا عبد الله، وكلنا أمل أن يكتبنا الله جل وعلا من زوارك، وأن يشركنا في أعمالهم هذه الليالي. كلنا نأمل نزورك أبو علي، لكن عندنا زيارة خاصة، رجاؤنا أن نكون من ضمن المكتوبين فيها، هي زيارة ذلك اليوم الذي ينادي فيه المنادي: يا لثارات الحسين، أملنا أن نزور مع إمامنا صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه الشريف في ذلك اليوم الذي يتوجه فيه إلى زيارتك. لكن كأني به إذا نزل أرض كربلاء يمضي إلى شاطئ الفرات، يقلب طرفه في الماء يراه جاريا باردا، يخاطبه ويقول: أو ما زلت جاريا يا نهر الفرات. اسمع وش يقول: ويل الفرات أباد الله غامره، ورد وارده بالرغم لهفانا، لم يطف حر غليل السبط بارده، حتى قضى في سبيل الله ظمآنا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. اقل يا ما يا ما يا نمنا شربك اشتعل نيران، يا ما يا ما يا ما يا ما، واذكر ضام ابويا انذبح يا ما. ما جبتيني ليتش كان يا ما يا ما يا ما، ولا اسمع مشهد زينب سبيه يا يا، ولا اسمع مشهد زينب يا 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 بسبيه. وانت يا شاعر صور لنا زيارته شلون يزور ذلك اليوم. قال يوقف على الشاطئ الفرات بقلب دامي. لا حبيبي مو مقبول، هذا باب الله، تريد الوصول هذه الليلة أقصر الطرق أسرع الطرق هو طريق الحسين. لا تبخل بصوتك، أجري دمعتك عليه صح ونادي: حسين حسين حسين. يوقف على الشاطئ الفرات بقلب دامي، يخاف
خاطبة ويصيح بكل ما يطامي وحسين يمك ينذبح عطشان ضامي سويت أمرين زلزل السبع العلي وويلا ومن الشريعة يغتسل حجة المعبود غسل الزيارة والدمع يجري بالخدود ويتذكر المنها طلع عطشان أبو فاضل بالجود شايل البراق يوم حرب الغاضري ويتذكر اللي يوم عرس ذبحينا واللي إلى العشرين ما وصلت سنينا وذاك الرضيع اللي بسهم حزاو وتينا ويمشي الضريح حسين ودموع عجرية يلا حبيب امشي وياه يقول كل ما خطى خطوة يجر ونا وينادي واسفى على جدي ويصفق بالايادي وفوق الضريح يطيح ويزلزل الوادي ويبدي الى جده سلامه والتحيه وعقب التحية عند راسه يوقف يزور ينادي سلام الله على نحرك المنحار ووصالك اللي مقطع وراسك المشهور وضلاعك اللي ضضتها الأعوجية اسم الله على دمك الجاري فوق التراب اسم الله على قلبك اسم الله على راسك الشاب الفقد الأحباب اسم الله على قلبك الكان بسهام من صاب ومن صيحة المهدي تموج الغاضري والحاضرين من الملايك والنبيين من صرخة يضجون في صيحة على حسين ويصيح بهم حجة الله يا ميامين الأصوات خفضوها وشوفوها الرزية وايش يسوي يا شاعر قال ايدي يمدها للقبر ضنوة المبرور من صاب نحر حسين والدموع من تفور ويطلع الطفل الذي بالسهام من حار ويطلع كريم حسين ودموع مجرية وين المصيبة يا شاعر سامحني يا موالي قالوا ينفرج قبره وتطلع الجثة بلا وحسين وينفرج قبره وتطلع الجثة بلا ويموج كربلاء من ضجة النام انت انت يا مؤمن اذا طلعت من عند الحسين وين تروح الى انت توجه ويمشي ابو صالح المهدي القبر عباب يوقف على قبره البطل حامل حمي اوالي وعند الشريعة يقوم حماي حماي الوديعة ويعاينون الناس جفنا جفنا قطيعة ويصير
لطم الروس وتزيد وتزيد الفجعة وتصير صرخة توصل السبع العلية. بعد بعد مولى عطيه يقول أريد أحرق قلوبكم هذه الليلة بهذا البيت، أريدكم تشتاقون لزيارته وتتصورون حالكم عند قبره مع الزائرين. قال وبكل فريضة تروح للحاير للحاير الشيعة ومما أشهدك تطلع وتقصد وتقصد للشريعة تزور القمر لازهر أبو جفوف أبو جفوف القطيعة شيال رايتكم وسور الهاشمي. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. العباس.
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، بحقه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، وبحق الشهداء بين يديه، وبحق أخته الحوراء زينب، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلهي أرضه عنا بما شئت يا كريم، إلهي ومولاي اشف كل مريض، ألبس المرضى لباس الصحة والعافية، سيدي ومولاي فك كل أسير، خلصهم من سجون الظالمين، ردهم سالمين إلى سالمين، أرجع كل غريب إلى أهله ووطنه سالما آمنا. إلهي وسيدي ومولاي احفظ علماءنا وقائدنا، وامنعهم أن يوصل إليهم بسوء يا رب العالمين. إلهي ومولاي، ومن كان في موته فرج لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، بأبي عبد الله الحسين أرحنا منه عاجلا، وأبدلنا بمن هو خير يا رب العالمين. إلهي ومولاي تفضل علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن يعنينا أمره، ومن سألنا الدعاء بقضاء الحوائج وتيسير الأمور يا أكرم الأكرمين. إلهي ومولاي بالحسين أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. لا تنسوا تحفة وهدية المرحومين والمتوفين.